عالم الحيوان هو البرنامج الوثائقي الوحيد يلي عنده هالقد شعبية. عادة الأفلام الوثائقية مش كتير محبذة جماهيريا. الإنسان أصلا بتابعه ميال لتشتك طقطق، إيه بس عالم الحيوان غريب، منحضره بشغف ومنتعلم منه أشياء كتيرة. وهالمرة كمان نتوقف عند نفس الحيوان سومونجولو المتوحش، لأنه هالفصيلة منتشرة ومتفشي بكترة وبهمنا أمره، وبيسعدنا أنه نتوقف عندها بكل مرة. فإلى عالم الحيوان. الو الو نعيم، الو وينك كمان؟ مين عادل؟ يا زلمه وينك يا زلمه؟ يا الله لك يا مان، ما اتفقنا نتلاقى سوا تنروح لعند الزلمه؟ ما بعرف بيته، ما تاخرنا كثير عليه للزلمه، انا سبقتك. هلا الحقني يلا. بتعرف جديدي وين؟ جديدي ما بعرف وين جديدي يا مان. حدا ما بيعرف وين جديدي؟ طيب بسال. هو بالسبتيه بس انا راح انطرك بجديدي. او ليك بضل لك وين؟ ايه وصال على جديدي على شركة كهرباء. ما بعرف بسال. مفرق شركة كهرباء بضلك فايت فيه، توصل على مفرق السبتية تطلع فيه. اوكي السبتية؟ ايه لك رايح عليها مرة انا وصغير. طيب بسأل يا مان. ليك لعبة هيدي الطلعة تبعت مستشفى بيطار. مستشفى بيطار؟ ايوه. طيب بسأل يا مان. توصل على وين؟ على اخرها فيك اربع مفارق خمس مفارق بوج بعض وما بضيعوا. ايه ايه هناك في بناية اسمها بناية سانت الفونس. وحياة سانت الفونس ضيعتني. شو الحل يا مان هلا؟ ليك اجتني فكرة رهيبة. شو يا مان؟ اطلع انت عم تحكي تحت البيت من عنا ما هيك؟ ايه تحت البيت. ايه اطلع على الطريق. على الطريق ما في اشر فول؟ في اشر فول يا مان. العظيم في خط فول كمان. ليك الحق خط الفول بتوصل دغري لعندي يا مان. اوكي يا مان، مسافة خط الفول بتكون عندك. باي. مطعم الفم الملآن يعلن عن تقديم أفخر المأكولات والمشروبات والمازات نفتح أيام الأحد. الهيئة هالمرة أبو زهير أخذ فرصة من أم زهير لأنه شوهد متلبسا بالجرم المشهود وبالعين المجردة. شوهد مرتمي بأحضان طبيعة. كنت عم نقزكم. ما بيعمل أبو زهير بيناتنا؟ ما بيسترجع لأنه أم زهير دايما بالمرصاد، فماكسيموم ماكسيموم ماكسيموم معه مجال يرتمي بأحضان طبيعة.